سلام الله عليكم. يبدو أن هذه الحكومة لا تتعلم أبدا من أخطائها. لا يوجد أي ذكاء على الإطلاق بعدما خرج العديد من المسؤولين وأساءوا للشعب المغربي، مما أدى إلى نجاح المقاطعة بشكل رهيب. اليوم تخرج الحكومة عبر نطاقها الرسمي بلغة كلها تهديد ووعيد، وبنبرة استعلائية تخاطب الحكومة الشعب المغربي المقاطع. لا أعرف كيف يفكر هؤلاء. هل ستأتي الشرطة إلى باب منزلك لكي تقول لك اشتري سنترال وإلا ستذهب السجن؟ خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة يشتكي، يقول أنه يفكر في الفلاح. وتبين حجم الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها الفلاحون في عموم البلاد. أنا الهضرة كفلاح اش كيبان ليا؟ هذيك الهضرة اللي قالوا الخوت خليها ريب، خليها ريب. الشركة اللي كندفعوا لها الحليب مضيعانا. لهذا كنطالبوا حتى حنا من الشركة أخرى تكون لينا باش نفس باش الفلاح حتى هو يتمعش. حسنا، لن نكرر ذلك الكلام. هو أنكم عندما قمتم بإغلاق مصانع البلاستيك خرج العديد من الموظفين وما إلى ذلك، لكن ما سأقوله لكم اليوم هو: ما الفائدة منكم؟ لماذا تقولون للمغاربة سيتضرر إخوانكم وكأنه لا فائدة منكم على الإطلاق؟ ما الفائدة منكم إن لم تجدوا أنتم الحكومة حل لهذه الأزمة؟ هذه الأزمة الموجودة بين الشعب المغربي وشركة سنترال وشركة سيدي علي وشركة إفريقيا. شغلوا عقومكم ثم قوموا بخلق أو صنع أو اختراع حل عبقري لهذه المشكلة في صالح الشركة وفي صالح المواطن حتى لا يتضرر الفلاح. أما أن تخرج لتقول للمواطن أنت تقاطع، حسنا سيتضرر أخوك. آنذاك وكأنك تقول أنه لا فائدة منك على الإطلاق، فنحن نعرف ذلك، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، فالشركة ليست وحدها هي المسؤولة عن ذلك. الدولة كذلك مسؤولة عن غلاء سعر الحليب، والكثير من المسؤولية، الكثير من المسؤولية تتحمله كذلك الدولة. لكننا لن نخرج للشارع، نحن سنقاطع تلك الشركات، وعليكم أن تجدوا الحل، إما أن تقوموا بدوركم أو تتركوا مناصبكم لمن يستطيع القيام بدوره كحاكم لهذا البلد. وأقول لك شكرا أيها الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد أعطيت دفعة جديدة للمقاطعة لكي تستمر إلى ما بعد رمضان. لمشاهدة الحلقة القادمة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس لتكون أول من يشاهد، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا كفاح على فيسبوك.